معايا بس تليفون يلا من بينا. الكاتب الصحفي الجزائري الاستاذ محمد لكحل. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير ضيوفك الكرام. اللاعب السابق الكبير لنادي الزمالك جمال حمزه، واللاعب عيد عبد ليك الملك سلام. اللي رحبوا به، وكان شرف اني تسمع حوار يعني منذ حوالي 8 إلى 9 سنوات بمناسبه يعني كان كاس العسكريه، وكنا درنا مع حوار لترتب الاجواء بين الجزائر ومصر. اهلا بيك طبعا استاذ محمد، وتحياتي لكل اشقائنا الجزائريين طبعا. وفي البدايه لازم اقول لحضرتك مبروك النهارده على الصعود لنصف النهائي والفوز بضربات الترجيح على المنتخب المغربي. الله يبارك فيك الاخ محمد، وحتى احنا بدورنا كجزائريين نبارك تاهل المنتخب المصري الى الدور النصف النهائي بعد الفوز اليوم على المنتخب الاردني. يعني هكذا الفرحه راهي نفس الفرحه اللي تقريبا الاجواء اللي عشتها الجزائر، نفس الاجواء اللي تكون في مصر ان شاء الله. طب انت بقى احساسك ان مصر والجزائر لعبوا بعض تاني ولا في النهائي ولا ايه رايك؟ والله والله كاس العربيه هذه يعني الاجواء تحت شبه نفس اجواء كاس افريقيا. الجزائر يعني كل ما تتقدم للامام كل ما الامور تتصعب، كل ما الامور تتحلى، وكل ما الكاس تتقرب. يعني الان المنتخبين على بعد 90 دقيقه كل شيء ممكن، يعني ديربي مغاربي بين تونس ومصر، يعني الحظوظ متساويه، ونقدر نشوف المنتخب المصري من جديد في النهائي امام المنتخب الجزائري. ومهمه المنتخب الجزائري راح تكون صعبه ومعقده امام المنتخب القطري المنظم. المنتخب القطري منظم، يعني المنظم من في الناحيه الفنيه هو منظم الدوره ويقدم مستويات كبيره تؤكد ان المباراه يعني حتى مباراه في النهائي راح تكون من اعلى مستوى ايضا. يمكن هرجع معاك خطوه لورا كده، لما منتخب مصر كان بيلعب منتخب الجزائر في المجموعه كان ممكن الاثنين لو سالتهم ايه الطريق اللي تحب تمشيه كانوا يقول لك انا ما احبش امشي مثلا في طريق المغرب في ان اقابل فريق المغرب، وفي الاخر كان نصيب الجزائر انه يعدي على فريق المغرب وكمان يقصيه او يعرف يتغلب عليه. هي يعني نفس يعني المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، يعني كان كما قلت انت محمد بنفس التفكير حابين يتفادوا المغرب الاثنين، يعني باش تكون الحظوظ تاعهم اكبر لو واجهوا الاردن. اليوم اشوفوا يعني الكره العربيه تطورت كثير، حتى المنتخب الاردني ما كانش اليوم سهل مساب المنتخب المصري حتى للوقت الاضافي، وشفنا الفارق يعني كان في الجانب البدني وتغييرات كيروش هي اللي صنعت الفارق. بالنسبه للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري يعني اليوم بعد ما كان تاهل في المرتبه الثانيه اصبح مواجهه المنتخب المغربي امر واقع. المنتخب الجزائري كنت منذ البدايه انه جاهز للمنافسه، انه لا يخشى اي منتخب، ومشى بعقليه انه اللي حاب ياخذ الكاس لازم يفوز على اي فريق في الطريق تاعو، واليوم هذا اللي شفناه فوق ارضيه الميدان. المنتخب الجزائري كان منتخب منظم دفاعيا، منظم في وسط الميدان، منظم يعني حتى في الهجوم رغم الغيابات، غياب ونجاح، غياب اللاعب اللي كان ما كانش حاضر في القائمه بنيطو، غياب اللاعبين اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه عكس يعني ما هو محدود يعني في بعض المنتخبات اللي شاركت في المنتخبات الاولى. المنتخب الجزائري اليوم اثبت يعني علو كعبه من جديد، واثبت انه الفلسفه الكرويه لجمال بالماضي راهي ماشيه في الطريق الصحيح، سواء مع المنتخب الاول سواء مع المنتخب الثاني، ولو حتى نشوفوا فئه الشبانيه فيه يعني تحسن وتطور على المستوى الفني. مباراه النهارده قعدت راحت وجت بلغه الكوره عندنا في مصر، هدف هنا هدف تعادل، هدف هنا هدف تعادل. قول لي هل الصحف الجزائريه او الكلام في الصحف الجزائريه هل راضيين او مطمنين؟ فرحه الشعب مطمنين من فرقتهم؟ والله يعني احنا مطمنين، لان كما تعرف محمد ومعك لاعبين كبار يعني مثل لاعبين مثل جمال حمزه او مثل اللاعب الكبير الاخر اللي يعني مرحبوا به من مجدد ايضا. المقابلات تتلعب على جديات صغيره، الدربيات يعني كل ما يكون ديربي سواء بين المنتخبات او بين الانديه، تشوف الاهلي مع الزمالك، الترجي مع الافريقي، المولوديه مع اتحاد العاصمه، يعني تتلعب على جديات صغيره، وهذا ما كان يعني اليوم المنتخب الجزائري اكد قوه شخصيته، فايز المقابله يعدل النتيجه المنتخب المغربي، يسجل الهدف الثاني يعود، رغم ذلك يبقى التركيز فيه، يعني لو نعود الدقائق الاخيره والوقت الاضافي المنتخب الجزائري يبقى محافظ على نفس التركيز، نفس طريقه اللعب، نفس الهويه، وهذا الشخصيه ظهرت في ركله الترجيح، شفنا لاعبين مركزين، لاعبين واقفين كما يجب، حتى يعني سجلوا الخمس ركلات، والملحي اللي كان صنع الفارق بالتلقيه يعني كان قدر وصد ركله جزاء واحده.
طيب طمني عن بغداد ابو نجاح، هل هيبقى متواجد ان شاء الله المباراه اللي جايه قدام المنتخب القطري؟ هو بغداد ابو نجاح يعني اليوم كان قادر يلعب المقابله هذه، لكن الطاقم الطبي كاجراء احترازي فقط فضل يخليه يعني ما حدش يغامر به، وسيكون جاهز يعني بنسبه 100% للمقابله القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء امام منتخب قطر. راح يكون يعني مقابله اخرى ان شاء الله، مقابله هامه وهامه جدا للمنتخب الجزائري اللي يعني الان اعلن نوايه مباشره ويريد التتويج بهذه الكاس كما توج بالكاس افريقيا الاخيره التي نظمت بمصر. طب انت متوقع مفاجات في التشكيل الماتش اللي جاي، ولا ممكن نفس اللاعبين ومعاهم بغداد بنجاح مثلا حتى لو او بدا او ما بداش؟ المنتخب الجزائري يعني التعداد تاعه حاليا هو تقريبا نفس التعداد من اول مباراه، تغيير فقط يعني تكون تغييرات اضطراريه، مثلا تغيير ميريزاق اللي كان خرج بالبطاقه الحمراء في مقابله المنتخب المصري يعني كان عقب ما لعبش مباراه واحده ثم عاد من جديد. ما شكيت نظن يعني ان التغيير هذا ممكن يكون فقط جديد التشكيله، بغداد بنجاح مع عوده يوسف البليلي الى الرواق مع تواجد ابراهيم كصانع العاب، ويعني هذه هي تشكيلة بلاسك اللي نورمالمون تكون في المقابلة الجاية إن شاء الله. طب أنا أخدت بالي إن يمكن فرقة الجزائر من أكتر اللاعبين المحترفين عندها، كان لسه يا جمال كنت بتقولي إن 17 محترف؟ آه يعني أكتر فرق تقريبا لسه فيها محترفين، يعني نقدر نقول إن هي مثلا مش متأثرة قوي بغياب المحترفين؟ لا مش متأثرة، يعني المنتخب الجزائري في منذ البداية كان أعلن يعني المشاركة تاعه في كأس إفريقيا كأس العرب باللاعبين تاع الدوري المحلي واللاعبين اللي يشطوا في الدوريات العربية، لهذا مش متأثر. بالعكس المنتخب الجزائري حقق مكسب اخر استاذ محمد، اللي هو يعني الان احنا مقتنعين ان عندنا حوالي 4 إلى 5 لاعبين من المنتخب هذا المنتخب الثاني المنتخب المحلي قادرين يعني يلعبوا بسهوله في المنتخب الاول. شفنا يعني محور دفاع رائع بدران مع توغاي، شفنا ميريزاق لاعب 21 سنه مستوى رائع جدا في الاسترجاع، بندبكا لاعب الفتح السعودي، يعني فيه عده لاعبين الان مطمئنين انهم يقدروا يكونوا في المنتخب الاول، ويمكن المدرب جمال بالماضي لو يكون فيه غيابات عقوبات في المقابلات الجايه ان شاء الله يستنجد بهم بصفه عاديه. طب من غير بقى انتباهات نتكلم يعني فني او نحلل فني بس، توقعاتك مين يبقى ماتش النهائي بين مين ومين، ومين ياخد البطوله؟ والله يعني في البطوله العربيه نشوفوا ان المستوى المنتخبات متقارب، يعني اليوم لو سالت ربما اغلبيه المصريين يقول لك ان المنتخب المصري راح يفوز بسهوله على المنتخب الاردني في 90 دقيقه، نشوفوا حتى المنتخب الاردني اليوم احرج المنتخب المصري، المنتخب الجزائري منتخب المغرب ديربي مغاربي متكافئ 50-50، مباراه تونس يعني مباراه تونس مع مصر ممكن ان تونس يكون عنده افضليه بدنيه، لماذا؟ لانه لعب قبل المنتخب المصري 24 ساعه، لانه مرتاح راح يكون مرتاح يعني لان المنتخب المصري بيلعب 120 دقيقه، لكن هذا يعني شيء في كره القدم، نعرف ان المنتخبات العربيه لما تلاقي بعضها يكون اشبه بالدربيات وتلعب على الدربيات صغيره يعني. طب خلي بالك يعني بقى حتى لو نفس خلي بالك بقى ان قطر يعني كمان قطر مريحه يوم زياده يعني زي منتخب تونس كده. لا 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 نتكلم عن المباراة الأولى وبعدين نتكلم عن المباراة الثانية. ما سمعتش؟ قال إيه؟ نتكلم في البداية عن المباراة الأولى يعني على المباراة الأولى. تمام. وكمان ما لعبوش وقت إضافي الفرقتين. أنا قلت لك يعني المباراة قلت المباراة الأولى يعني نحلل لك يعني نمشي من مباراة لمباراة. المباراة الأولى يعني الحظوظ بين منتخب تونس ومنتخب مصر 50% 50%، ممكن يعني نتكهن انه يكون نفس سيناريو مباراه الجزائر المغرب، حتى نمشيو لوقت اضافي ركلات ترجيح باش نتعرفوا على المنتخب اللي راح يكون الطرف الاول في النهائي. المباراه الثانيه راح يكون فيها ثلاث افضليات للمنتخب القطري، اللي هي افضليه الملعب، افضليه حضور الجمهور القطري اللي راح يكون متواجد بكثره، وافضليه يوم راحه اضافي بالنسبه للمنتخب القطري. وما لعبوش وقت اضافي كمان، يعني لا تونس لعبت وقت اضافي ولا قطر كمان لعبت وقت اضافي. لا الجزائر لعبت وقت اضافي مش قطر. لا بقول لك يعني ما لعبوش وقت اضافي، لا تونس اللي هتلاعب منتخب مصر ولا القطر اللي لعبت منتخب مصر، تونس امبارح ما لعبتش وقت اضافي ولا قطر، فالاثنين نفس الفكره. لا اليوم انا قصدي منتخب مصر، قصدي يعني نفس ظروف منتخب مصر هي نفس ظروف منتخب الجزائر. بالظبط ما انا عارفه. فانا قصدي ان الجزائر ومصر مراهقين اكتر من قطر وتونس. مرهقين، وحتى المنتخب القطري قلت لك عنده افضليه الملعب وعنده افضليه الجمهور، يعني المقابله راح تكون صعبه جدا، لكني صدقني يا استاذ محمد انا مطمئن جدا لان اللاعب الجزائري لما تكون الظروف ضده يظهر بمستوى افضل ويظهر بمستوى احسن، ونتوقع يعني انه راح يكمل بنفس المستوى ان شاء الله ويكون طرف النهائي، ولما لا ان شاء الله الحصول على كاس العربيه لاول مره في تاريخ الكره الجزائريه. طب
ان شاء الله ربنا يسهل كده وتفضل المباريات الحقيقه يعني بتزداد سخونه كل فتره، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق للاربع فرق اللي موجودين في طبعا النصف النهائي بشكل عام. كلمه اخيره استاذ محمد اذا اتفضل. ممكن يعني كلمه اخيره، ممكن يعني كلمه اخيره اتفضل. كثير الجماهير العربيه اللي كانت اليوم، يعني شفنا اليوم معظم الاعلام حاضره مع الجماهير الجزائريه كانت تندكنا، نشكرهم خاصه الجمهور التونسي اللي كان حاضر بقوه. نشكر قطر على التنظيم، حسن التنظيم يعني، ونشكر يعني الاتحاد العربي على هذه الدوره المميزه جدا التي رفعت اسهم الكره العربيه خاصه بمنتخبات اولى ثانيه حتى في اللي تركب المنتخبات الثالثه ومثل السعوديه، وهذا يرفع راس العرب، وان شاء الله تصبح الدوره التقليد كروي مره في الجزائر مره في مصر مره في السعوديه حتى يكون يعني عندها صدى اعلامي وتكون يعني خير هذا الدوره خير صوره بالنسبه للكره العربيه والجماهير العربيه عالميا. شكرا طبعا، شكرا جزيلا استاذ محمد لكحل الكاتب الصحفي الجزائري، شكرا لحضرتك يا فندم. كمان الحقيقه طبعا كل التوفيق للفرقه، ودي من اهم المكاسب اللي الاستاذ محمد لكحل قالها، فكره الحضور الجماهيري، فكره الصوره اللي موجوده، فكره الصناعه اللي موجوده، حاجات كتير جدا جدا الحقيقه فيها مكاسب كتيره جدا من البطوله دي. اكيد كل التوفيق للمنتخب الجزائري في المباراه بتاعته، وكل التوفيق يا رب ان شاء الله للمنتخب المصري في مباراه تونس.